تعلن وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين دعمها الكامل لبيان وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، والذي يؤكد الرفض القاطع للمزاعم غير المسؤولة والإدعاءات الكاذبة بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم بي أوت كيو. وتجدد الوزارة التأكيد على رفض المملكة أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، مشيدة بالخطوات الفاعلة التي اتخذتها وتتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتعرب الوزارة عن رفضها التام لاتهام عربسات دون دليل ولمجرد أن مقره الرئيس يقع في الرياض، مجددة التأكيد على أن عربسات غير خاضع لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية تملكها 22 دولة. وتعرب الوزارة عن استهجانها للمحاولات المتكررة لدولة قطر إقحام اسم السعودية في بي أوت، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعيد كل البعد عن الرياضة ومرده سياسي يرتبط بخلاف قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى التغطية على الفشل التقني الكبير الذي أثبته استمرار قنوات ما يعرف باسم بي أوت كيو. وتؤكد الوزارة تفهمها الكامل للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات بي أن سبورتس التابعة لشبكة الجزيرة القطرية نظرا لثبوت تورط القنوات القطرية في قضايا مشبوهة مرتبطة بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة والترويج لخطاب الفتنة والكراهية والتطرف في المنطقة. وتعبر الوزارة عن استنكارها البالغ لحملة التشويه السياسي المشبوهة ضد المملكة العربية السعودية وانحراف قنوات بي أن سبورتس في بثها لكأس العالم لعام 2018 عن رسالتها الرياضية بهدف تشويه سمعة المملكة، وهو أمر تم رصده بشكل متكرر وتعدى الاستهداف للسعودية ليشمل العديد من الدول العربية. وتدعو وزارة شؤون الإعلام إلى مراجعة الموقف القانوني لقنوات بي إن سبورتس في كل دولة على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في إقحام القنوات القطرية الرياضة في السياسة بشكل متكرر ظهر بشكل جلي في فترة بث نهائيات بطولة كأس العالم عام 2018، مؤكدة وقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.